ومن الفوائد المدرجة في يوم الجمعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث معاذ بن أنس عند أحمد وأبي داود نهى عن الحبوة بكسر الحاء وبضمها الحبوة، والإمام يخطب. ما هو الاحتباء؟ أن يقعد على إليتيه وينصب ساقيه ويربط ساقيه مع ظهره بحبل أو بيديه، هذا هو الاحتباء. ولذا الصحيح أنه ينهى عن الاحتباء والإمام يخطب يوم الجمعة. فعله بعض الصحابة لبيان الجواز فلا إشكال، لكن الأولى بالمسلم، لأن هناك من يرى أنه يمنع المسلم منعا باتا من الاحتباء والإمام يخطب قبل الخطبة، لا إشكال في ذلك، النهي فقط هنا والإمام يخطب. وأما ما جاء من حديث النهي عن الاحتباء مطلقا فهو محمول على ماذا؟ محمول على أن من عليه ثوب واحد ربما أنه في ثيابهم السابقة ليس في ثيابهم، لأنهم كانوا لا يلبسون السراويل إلا عند الندرة، فربما أنه لو احتبى ظهرت عورته، ولذا احتبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في بعض الأحاديث. لكن كما قلت النهي هنا والإمام يخطب.